اهلا بيك يا كابتن مصطفى، معانا في الجولد كوم. بنبارك لك طبعا على انجازاتك مؤخرا، فوزك ببطوله الجونه وفوزك ببطوله السلسله الختاميه، منورنا النهارده. ده نورك والله، يعني ميرسي جدا على الدعم الكبير ده، والحمد لله قدرت ان انا اكسب البطوله، يعني الحمد لله. اول حاجه استوقفتني في بدايه الحوار، طبعا انت ما شاء الله عمرك لسه صغير والمستقبل قدامك 21 سنه، لكن انت ما بداتش سكواش في السن اللي هو اغلب الناس بيبداوا فيه، 6 سنين 7 سنين، بدأت وانت عندك حوالي 10 سنين. ازاي قدرت توفق بين انك تبدأ متأخر وفي نفس الوقت يبقى عندك نضج مبكر؟ وهل في مرحلة ما في مراهقتك حسيت ان الباقيين سابقينك لان هم بادئين قبلك؟ والله كانت صعبة جدا. انا كنت بلعب كورة في الاول، والسكواش ما كانش في حساباتي خالص. يعني هو انا كان عمي كان فاتح اكاديمية سكواش، وكان لعيب سابق قبل كده في المنتخب. بديت متأخر جدا، وكنت اللي هو رحت مع اجازة صيف عادية خالص، وبشوف كده السكواش ايه النظام يعني. وكان عندي حتى ماتش كورة في نفس النادي اللي هو فاتح فيه الاكاديمية، فبس يعني لعبت كده وعجبتني. وبعديها طبعا الموضوع كان صعب، يعني تحت 11 سنة أنا كنت بخش على الكورة كأني بخش على كرة، يعني الكورة العادية، كرة القدم العادية خالص. فالموضوع كان صعب جدا في الأول، بعد كده مشيت معايا، ضربت الحمد لله بعد توفيق ربنا، وأهلي يعني كانوا معايا ودعمين ليا بشكل كبير جدا. يعني ابتديت اللي هو أخش وأكسب بطولات سنة، لغاية لما خلاص كله جه، السنس بتاع السكوش جه، فالدنيا مشيت يعني. طيب ابتعادك عن كرة القدم، كان انت حسيت ان لا الدنيا مش ماشية قوي في الكورة، ولا لا انت فعلا رحت للسكواش لان انت حسيت ان هو ده اللعبة اللي انت هتتميز فيها اكتر؟ والله حصل يعني موقف كده يعني بيني وما بين بابايا. بابايا اللي هو يعني كان بيدعمني جدا في الكوره وعايزني انا ابقى لعيب كوره، وما كانش في دماغنا في السكواش خالص يعني. ففي مره كده حصل، كنت صادفه ان انا عندي تمرين كوره وعندي تمرين سكواش في نفس اليوم، فهو قال لي هتروح تمرين سكواش النهارده مفيش كوره. فانا كنت عايز اروح الماتش، يعني في عندنا ماتش ورايحين، يعني كنت بلعب انا في نادي الجزيره ساعتها يعني، ورايحين نادي وادي دجله عندنا ماتش. فقال لي لا، ما هتروح التمرين سكوش وبعد السكوش فالاتوبيس هيتحرك والكلام اللي هو كده يعني في النادي. فرحت قلت المدرب ممكن العب بدري، قال لي لا ما مش هينفع. فروحت يعني ما سمعتش كلامه ورحت ساعتها. وبعديها طبعا تليفوني فصل بقى وكده، ويعني رجعت النادي الساعه 2 بالليل انا فاكر، يعني وانا عندي 10 سنين ولا حاجه زي كده. فطبعا يعني كان ساعتها اخر حاجه ليا مع الكوره يعني. يعني تعتبر حادثة يعني اللي اه خلينا يعني تبقى تعتبر حادثه، يعني تعتبر حادثه. وساعتها رحت الديسكوش، سبحان الله شديت فيها جامد. بعديها حاولت ان انا ارجع للكوره تاني، هو يعني قال لي خلاص يعني، كانت ساعتها بقى تمام يعني. بس ساعتها بقى كملت في الديسكوش، ركزت في الديسكوش، وسبحان الله يعني. البداية كانت صعبة في الاسكواش، في مباراة خسرتها من غير ما تحرز أي نقطة تقريبا، اه ازاي قدرت انت تستقبل الاحباطات اللي في الأول دي؟ انا فاكر والله يعني، انا كنت يعني كان كذا بطوله كده اخش اخسر 11-0 11-0 11-0. فجيت رحت قلت لبابايا طبعا بصراحه، يعني قلت له طب يعني انا سبت الكوره ليه؟ طيب يعني طب يعني وديتني اللعبه دي ليه؟ اعمل فيها ايه؟ طيب يعني اللي هو كل مره، طب اللي هو عارف انت عايز تكسب نقطه، طب يعني بعيط اللي هو خلاص عندي 11 سنه، بعيط اللي هو الولاد عمال يلعب وانا ما فيش خالص، قلت ليه؟ طيب بعد كده والله هو يعني حتى الناس قالت له ما تلعبهاش يعني بشكل احترافي يعني وكده، ما تضغطش يعني على الولد وكده. هو عاند وكان هو مامتي يعني، والحمد لله وصلوني في اللي انا فيه ده. انعكاس ده لسه مكمل معاك لحد دلوقتي في علاقتك مع باباك ومامتك بعد الفوز بالبطولات، شفنا في اخر بطولة في السلسلة الختامية طبعا لما انت كنت ساجد ومامتك دخلت الملعب، هل انت بتفتكر اللحظات دي وهم دعمهم ليك ازاي هو اللي خل وصلك للمكان ده دلوقتي؟ لا طبعا دعم كبير جدا يعني من اول يوم والله. يعني انا مامتي يمكن المشهد اللي احنا شفناه كله، انا ما تخيلتش، ما صدقتش مامتي اللي هي بتخش الملعب. انت اصلا لما لقيت ايد على ظهرك وانت ساجد يعني انا ما جه في بالك صدقتش، مين؟ انا ما صدقتش اللي هو ايه ده، هو في ايه اللي هو مش يعني انا مش مامتي اللي تعمل كده. انا دي اول مره يعني؟ اول مره، ممنوع اصلا، ممنوع ان هي مامتي تخش الملعب. والغريبه بقى ان مامتي يعني هي بقى لها خمس سنين ما تروحش تيجي معايا التمرين. السكواش طبعا بابايا هو اللي ماسك السكواش بشكل كبير، مامتي بقى ماسكه كل الحاجات التانيه دي. بعد ما بخلص اللي هو ماتشات وكده وبكسب وكسبت بطوله، ودي غريبه ان هي مش اول بطوله اكسبها في المحترفين، انا كسبت البطوله دي السنه اللي فاتت، ما عملتش كده اللي هو كان دايما اللي هو بيبقى فيه تاثر وكل حاجه، بس عمرها ما دخلت الملعب بالمنظر ده. وبعديها كمان انا كنت بسجد واللي هو كنت بعيط يعني، وبعد كده رحت طالع لقيت مامتي، ما صدقتش، كنت فاكره الراجل اللي هو هيعمل معايا انترفيو هو اللي بيخبط عليا يعني. افتكرته بابايا، مدربي، عمرها ما تحصل مامتي. وكمان دخلت الملعب، كان انا ببص
لقيتها لابسه كعب طويل جدا وبتجري، فانا قلت يعني لا يحصل. وكمان الموقف كمان في الاول بابايا كان بيشدها اللي هو انت رايحه فين اللي هو، فبعديها لا هي كانت اللي هو انا رايحه على الملعب. هي كمان بتقول لي بعد الماتش يعني تقول لي انا لو اتكررت 100 مره انا مش عامل مستحيل. وده كان رد فعل تلقائي ليها ساعتها وطلعت منها كده؟ اه لا هي يعني بابايا كان مخلص الماتش بيسلم على سياده الوزير، وساعتها كان يعني سياده الوزير كان بيهنيها على البطوله. هي كانت رايحه كده وهو كان ماسك مامتي اللي هو نروح للوزير سنه، ف يا دوبك سلمت على سياده الوزير وكده دخلت الملعب تاني. وفي ستيب كبير ما بين الملعب وانا لما باجي اطلع لما طلعت عليه عشان اسلم على سياده الوزير يعني رحت اللي هو كنت باخد بالي اللي هو هي ما خدتش بالها خالص اللي هو دخلت كده الملعب. فانا الموقف كان رهيب يعني. بدات كلاعب كره قدم حاسس طبعا كره القدم والسكواش لعبتين لا يمتوا لبعض باي صله في اي شيء في اي جانب من الجوانب، بخلاف ان هم رياضه يعني، لكن لعبه فرديه والتانية جماعيه، لعبه فيها التحامات التانية ما فيهاش. هل حاسس ان كره القدم يعني انعكاس على شخصيتك كلاعب سكواش بطريقه ما؟ طبعا بس انا يعني بلعب في اعظم نادي في يعني في العالم يعني النادي الاهلي. انا بالنسبه لي اتعلمت منه حاجات كتير جدا يعني، بشكر مجلس اداره، بشكر الجماهير اللي في ظهري دي على طول. جماهير عايزه مكسب وجماهير دايما بتبص على نمره واحد وعايزاك نمره واحد، عايزاك الاحسن على طول، بتدعمك يعني بشكل رهيب. فأنا بحب الكرة من وانا صغير، فانا اللي هو انا اهلاوي وانا صغير، كنت بروح الاستاد مع خالي وعيلتي كلها وانا صغير. فشفت الحاجات دي طبعا، الحماس بقى واخدني طبعا في السكواش يعني. في ناس تقعد تقول لك هي لعبه هاديه، انا عايزها ما تبقاش هاديه، اللي هي ليه ما تبقاش زي الكوره، ليه ما تبقاش بالحماسه بتاعت الكوره دي. من حقك ان انت اعتقد بعد 120 دقيقه وبتلعب السكواش، احنا عندنا لعبنا 120 دقيقه 127 دقيقة لعبت مع بول كذا مرة، انت بتلعب اكتر ماتشات الكورة. فاللي هو انا عايز اخليها كده وعايز اوصل شعبيتها لكده، وغير ان انت يعني اللي هو بتلعب في النادي الاهلي يعني. بيضايقك ان في ناس عايزينها تبقى لعبة بالشوكة والسكينة، وان هو احنا اللعبة دي احنا بنقعد ردود فعلنا عليها منضبطة، مش ما بيبقاش فيها حماس كبير، بتحس ان ده مخالف لشخصيتك او تعليقات بعض الناس بتضايقك؟ بص انا الصراحه عمري ما هعمل كده يعني. ايه اكسب يعني ما اللي هو مفيش اي حاجه تعملها، انت مجرد انت هي مش عباره عن شو او اي حاجه، بس انت كسبت ماتش كبير جدا، كسبان ناس كبيره جدا، كسبان اسماء ما كنتش ممكن تكسبها، او ما تبص ترجع شويه لورا 3 4 سنين انت بتكسب ناس ما تتفرج عليهم في التلفزيون كنت بتشجعهم. فلا السكواش محتاج، انا شايف ان السكواش محتاج الروح دي ومحتاج الحماس ده في السكواش كله. احنا قاعدين شفنا كابتن احمد براد عمل ايه في السكواش في وقت من الاوقات يعني، انا مثلا اعلى ليا كبير جدا، وان شاء الله يعني الايام الجايه تبقى السكواش يعني. طيب الكلام عن النادي الاهلي، طبعا الاهلي متميز في كافه الالعاب اللي هو موجود فيها، لكن السكواش مش من الالعاب اللي احنا سمعنا عن الاهلي فيها، في انديه تانية هي متميزه عنه وهي ادته مساحه اكبر. ايه سبب اختيارك للاهلي تحديدا ان انت تكون فيه؟ هل هو سبب مجرد انك انت مشجع الاهلي عاوز تنتمي للكيان ده، ولا انت الاهلي قدر يقدم لك حاجات تانية ليها علاقه بالسكواش؟ انا يمكن انا زي ما بقول لك يعني اهلاوي من وانا صغير، عيلتي كلها اهلاويه، بروح الاستاد بتفرج على ماتشات، وانا كنت بروح بالعلم من المدرسه. وانا فاكر في مره حصلت مشكله ان انا كنت بالعلم في المدرسه يعني. ف لا يعني انا بحب النادي بحب الكيان، سيبك اي حاجه وانا اروح فين او اجي منين، ده حبي الاول كمشجع قبل ما اكون لعيب. فطبعا ان انا بس اختار يعني اللي هو اسمع بس حد عايزني في النادي، انا كنت هموت واروح النادي. فانا في الجزيره اصلا، فكنت اللي هو من 7-8 سنين عايز اخش النادي الاهلي، والحمد لله ساعتها الله يرحمه ابو اسماعيل فاروق هو كان ساعدني يعني ان هو يكلم كابتن خالد مرتجي وجابني النادي، وشفت كل الدعم هناك، والحمد لله بعد فضل ربنا كل البطولات اللي حققتها كنت في النادي الاهلي فيها. هل قابلت مؤمن زكريا قبل كده؟ او لو تتمنى تقابله ممكن تقول له ايه او توجه له ايه، بما انك بتحتفل دايما احتفاله بعد الماتشات؟ قابلت مره في النادي وبنتكلم على الانستجرام يعني، وطبعا انا كل الدعم لي، انا يعني دايما بحتفل احتفالات، وان شاء الله لغايه لما يفرحنا تاني وافرح جماهير مصر كلها سواء اهلي سواء زمالك، وان شاء الله نشوف الملعب تاني قريب. بخلاف احتفال مؤمن زكريا دايما يعني في بطوله الجونه كنت عايز تحدف الكره الجمهور ما لقيتهاش، فحدفت المضرب. ما كنتش خايف المضرب يجي في حد يعوره؟ والله انا عملتها قبل كده، بس دايما اللي هو ايه الناس تبقى مستنيه مني رياكشن غريب
بعد الماتش اللي هو هيعمل ايه، هو ناوي يعمل ايه النهارده فاهم. بس رميت المضرب انا قعدت اهوش في الاول اللي هو انا هرمي المضرب، وكان ساعتها الناس قاعده تحت كنت خايف جدا، بس عملتها قبل كده فقلت خلاص بعملها بقى، يمكن دي وش حلو ولا حاجه. في احتفال مجنون معين بيجي في بالك بس بتخاف تعمله؟ بص انا عملت كل حاجه صراحه، يعني انا احتفالات قفلتها كلها، انا كنت بقعد اللي هو بتخيل نفسي بكسب ناس عشان اعمل احتفالات تانية واعمل حاجات تانية، وهي حاجات بتيجي في دماغك بعد اللي هو ما تكسب مستحيل تعملها، ان انا شخصيتي مختلفه تماما بره الملعب عن جوه الملعب، بس هي بتيجي جوه الملعب خلاص، هو حاجه لا اراديه كده بتحصل جوه الملعب وتمشي يعني. انت وهانيا حمامي كسبتوا بطوله الجونه مع بعض، يعتبروا انتوا الجيل الصاعد للسكواش. حاسس ان السكواش المصري مفيش قلق عليه، لان في اجيال صغيره طالعه بتقدر تكسب بسهوله، او مش بسهوله بس بيبان ان هو يعني شخصيته مسيطره في الملعب. يعني انت كسبت بول كول مرتين في ظرف 3 اسابيع تقريبا في نهائيين بشكل خلانا حسينا لا ان الشخص اللي بيلعب ده ما عندوش 21 سنه. فهل في فعلا اجيال كتير، مش عايز اقول افضل من الاجيال اللي فاتت، لكن ممكن تكمل على نفس المنوال؟ بس عشان اكون صريح يعني مصر عمرها ما هتكون في نفس يعني نفس المنتخب اللي موجود حاليا ده، ده اسماء كبيره جدا موجوده، عمر ما هيبقى في الجيل الموجود ده، ان دلوقتي انا جيلي كله اغلبه مش موجود معايا، معايا 2-3 موجودين. ليه بقى؟ ان خلاص امريكا انجلترا ابتدوا ان هم يوفروا جامعات اللي هو عايزين سكولرشيب، احسن جامعات في العالم موجوده. الاهالي ابتدت تفكر طب انا استفيد بالتعليم اللي هو اودي ولادي امريكا. انا جيلي كله الجيل القبليه واللي تحتيه واللي فوقيه كلهم خلاص بقى اللي هو انا عايز اركز في السكواش قوي 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 لمده 16 17 سنه، وبعديها اروح على امريكا اقعد 4 سنين هناك، وممكن السكواش اجيبه بعد ما اخلص. طبعا ده اكسبشن، يعني علي فرج مثلا اتخرج من جامعه هارفرد بقى نمره 1 على العالم، ده كان اكسبشن رهيب يعني. احنا كله بقى واخد علي فرج مثل اعلى في اللي هو انا رحت امريكا وبقيت نمره 1 على العالم بعديها. بس ده مش ده اسهل طريق من رايك؟ اللي هو امريكا لا صعب جدا، الموضوع صعب جدا، الموضوع خلاص انت هنا في مصر الحمد لله دعم كبير جدا من وزاره الشباب والرياضه، ودعم من كل حته ان انت تركز في رياضتك مع تعليمك، فبتقدر تعمل لها بالانس شويه. بره ما بتقدرش كده، هما بس جايبينك على الدوري اللي هو بتاع الجامعات، وممكن تلعب بس حته الدوري بتاع الجامعات دي بس يعني ان شاء الله في ممكن ده اللي احنا بنحاول نقنعه للاولاد الصغيرين، ان انت لا تلعب وتفضل مركز في سكواشك عشان ان شاء الله نشوف الاجيال اللي موجوده دي ومصر تفضل مستحوذه يعني. مين اللعيب في السكواش اللي من الجيل اللي اكبر منك اللي انت بتحس ان هو اكتر واحد شبهك، او اكتر حد انت بتحس انكم نفس المدرسه في اللعب؟ محمد شرباجي. يعني محمد شرباجي يمكن من وانا صغير هو بينصحني بيوجهني بيقول لي على حاجات، دايما كنت بروح اشجعه في الجونه اتفرج عليه. يمكن هو كريم عبد الجواد برده كان معايا في النادي الاهلي، وكده رحنا الدجله كان بطل عام 2016، فدول اكتر اتنين يعني بحب العبهم بحب اتعلم منهم وكنت دايما اروح اشجعهم يعني. رد فعل الجمهور المصري مع قرار الشرباجي ان هو يلعب العالم الانجليزي، هل شايفه مفاجئ؟ يعني في البطوله الاخيره الناس كانت بتشجعه، هل هو مثلا تعاطف او بيقولوا له لا احنا ما كناش مقصرين معاك؟ انت حاسس رد فعل الجمهور ده انت شايفه ازاي؟ والله يعني بص احنا كلنا زعلانين على قرار محمد الشرباجي، هو في الاول وفي الاخر قراره، وده خلاف ما بينه وما بين الاتحاد، احنا يعني مش بايدينا اي حاجه خالص، هو عايش برده بره مصر 16 سنه. موضوع انا برده استغربته في بطوله عظمات 8، برده محمد الشرباجي هو يعني واحد مننا وحقق 44 بطوله مع منتخب مصر، واكتر واحد نمرة 1 على العالم في المصريين، كان نمرة 1 على العالم في المصريين حاجه 50 شهر، فتاريخ كبير جدا ولفته عظيمه صراحه من الجمهور المصري. انا ولا محمد ولا اي حد كان ممكن يتوقعها يعني. بتحس ان ماتشاتك فيها جدل تحكيمي اكتر ماتشات تانية فيها اعتراضات اكتر؟ فيها اكشن يعني، هل ده فعلا بيحصل؟ بص والله يعني والحمد لله ماتشاتي انا في السكواش اللي هو سواء واحد معايا او سواء مش معايا هو كله بيتفرج عليها، اللي هو في حاجه هتحصل يعني. انا عزت نفسي حتى بعد ما خلص الماتش لازم اقعد اشوف الماتش كله، اكيد في دراما هتحصل في اكشن هيحصل ما تفهمش ليه، بس هو خلاص كل لعيب دلوقتي بقى اللي هو عايز يخش معاك ان هو حتى لو اقل او حاجه
لا هو عايز يعمل ماتش كبير قوي عشان تحصل الموضوع ده فاهم. فالموضوع بقى صعب جدا عليا وانا كمان مش واخدها اللي هو انا عندي 21 سنه، ان انا لو واخدها عندي 21 سنه مش هقدر اوصل، هكتفي. وده الحمد لله يعني انا كان عندي في حته نادي الجزيره دي ساعات كنت بوصل فاينلات وبقول لهم انا مش رايح النهارده، انا مش عايز اروح النهارده. حصلت اكتر من مره في الناشئين تحت 15 سنه وكان عندي بطولات مهمه جدا كنت اوصل فاينل اقول لهم مش عايز النهارده يعني خلاص يا جماعه شكرا كده انا خلصت. وكان مدربيني معايا عادي خالص، وكان بابايا طبعا بقى يقعد يتجنن اللي هو في ايه يا عم انت ازاي يعني فاينل مش هتلعبوه. فعرفت بقى دي في النادي الاهلي، عرفت قيمه نمره واحد دي في النادي الاهلي، عرفتها من يعني كابتن محمود الخطيب كرمني مرتين بعد بطوله العالم الاولانيه. انا كنت رايح مبسوط جدا واخد بطوله عالم شباب وكسبت كل بطولات 3-0، وكانت كان يمكن السنين اللي قبلها سنتين كانت راحت لدييجو الياس من بيرو، وبعد كده واحد ماليزي فاد مصري والحمد لله اهلاوي كسب بطوله. التكريم يعني جه ان هو كابتن محمود الخطيب قال لي يعني الاهلي لو يعني كان عندي ساعتها بطوله العالم الثانيه شباب فرايح بقى بس يعني لسه اول ايام وبفرح كده، فقال لي يعني الاهلي لو مش رقم واحد بقاش نادي الاهلي يعني نمره اتنين دي ما زيها زي الاخير عندنا. فطبعا قلبي اتقبض خالص بعديها اللي هو خلاص لو ابتديت حتى يعني من السنه دي مثلا كانت شهر 6 او شهر 7 2018 لغايه السنه اللي بعديها نفس الشهر كنت بقى رايح اللي هو حط الكلام ده في دماغي وكنت بسلم الكاس ساعتها بتاع بطوله العالم مرعوب اللي هو انا فعلا حتى لو وصلت انا لازم اكسب البطوله دي باي طريقه ما ينفعش. وجت حصلت برده هنا في بعد ما خلصت بطوله عظمات 8 رحت اتكرمت من كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره كلهم. انا بقى رايح برده بنفس المنطق انا فرحان وكده وبتاع، فقال لي ان شاء الله احنا عايزينك نمره واحد، احنا ما بنبصش على البطولات دي، انت مسافه بس لما تخرج من الباب ده بعد التكريم ده خلاص البطوله اتنست، احنا ان شاء الله يعني واثقين فيك ان انت هتبقى نمره واحد على العالم. هو طبعا انت عامل طفره في السكواش، لكن انت حاسس او مش بتزعل ان الناس ربطاك اكتر ان هو اصل ده مصطفى الاهلاوي فاحنا هنشجعه اكتر من انت فعلا لادائك اللي هو اصلا لوحده يكفي ان الناس تحب تتفرج عليك؟ والله هو جمهور مصر كله يعني عامه هي ممكن الموضوع بيتعلق باهلي او زمالك او كده، بس هو ده ناديه في الاول وفي الاخر، وانا بلاقي ناس زملكاويه كتير بيشجعوني الصراحه وبيدعموا بشكل كبير جدا. يمكن الزمالك مش موجود في السكواش عامه او لسه ما عندوش فريق في السكواش، بس دعم كبير جدا من جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي. والبطوله اللي فاتت دي واللي قبلها في الجونه ناس جت من كل حته، حتى يعني كان في ماتش الاهلي وبيراميدز وقت الماتش انا كان في ناس بتتفرج من جماهير الاهلي على الماتش وحتى رامي عين معاها يعني، فحاجه جميله جدا وكان دعم كبير جدا منهم ووقفوا في ظهري وسط حملات كتير جدا ضدي كانوا في ظهري وده عمرهم ما خلوا عني يعني. انت قلت ان الجمهور واقف معاك ودعمك قدام حملات حصلت ضدك، انت شايف ايه سبب الحملات دي؟ هل ان انت شخص بيلعب بشخصيه مختلفه، لاعب بيلعب بشخصيه مختلفه عن باقي الموجودين؟ الناس مش متعوده في مجتمع الاسكواش يشوفوا حد بالحده دي في اللعب يعني. انا ما اعرفش الحملات دي بتبقى ايه او ايه، بس انا اسمع يعني دايما اصحابي بيقولوا لي، انا دايما ماليش علاقه بالسوشيال ميديا يعني اللي هو انا في حالي ما ببصش على اي حاجه سواء سلبي او سواء ايجابي، انا ما احبش اتدخل قوي في الامور دي عشان ده طبعا كله بيأثر على اللعيب شخصيا او حاجه. فدايما بسمع يعني وسمعت الفتره الاخيره دي ان في حملات كبيره وكان بيجوا يقولوا لي وكده، وشفت بقى انا بنفسي يعني ما انا عندي كله الفيسبوك اهلي اهلي اهلي، فاللي هو شفت ان انا مصطفى سيتوجه الى كذا 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 حملات، فانا شفت بس انا ما اعرفش ايه الحملات دي، بس اللي هو دايما كانوا مساعديني دايما في ظهري. في ناس جت من الشرقيه وفي في الفاينل بتاع بطوله العظماء وكان دايما مشجع كل يوم يعني. فيعني الجمهور دايما زي ما قلت لك نمره واحد، ودايما احنا في النادي الاهلي مفيش تمييز ما بين اي واحد، كان روح كلنا واحده في النادي، وده دايما ده سر البطولات والنجاح يعني بتاع النادي الاهلي. هل في خلافات بينك وبين اي لاعب بعينه في السكواش؟ ولو في ايه سببها اساسا؟ مفيش، بص هي اللعبه برضو زي ما بقول لك لعبه فرديه كل واحد عايز يكسب، بس هي بقى بيبقى في بقى تنشنه جوه الملعب طبعا يعني ان انا 21 سنه بلعب ناس عندها 30 سنه و 31 سنه 32 سنه اكيد ناس بتتضايق يعني ناس اللي هو
اقل واحد بلعبه بيبقى 10 سنين فرق، فاللي هو لما بيبقى فيه 6 سنين بقول ده قدي، فاللي هو دييجو الياس يعني مصنف نمره 4 حاليا، بقول دايما عليه ان هو قدي واكبر مني 5 سنين، فالموضوع بيبقى صعب شويه، والسكواش دايما هي لعبه دماغ اكتر، فانت اللي هيمسك دماغه اكتر، وعباره عن مايند جيمز يعني من الاخر جوه الملعب وتعدي يعني. انت بتحاول تسيطر ذهنيا على اللاعب اللي قدامك، انت قلت مايند جيمز دلوقتي، بتحس ان لو اللاعب اللي قدامك خرج عن تركيزه ده ممكن يصب في صالحك في المباراه؟ ما هو السكواش اصلها يعني، ما هو حكم ممكن يجي يقول لك، ممكن حكم معاه 90% من الماتش، فانت اللي هو برضو بتبص على يعني، انا كان زمان مثلا كنت اخرج مثلا بره بسبب التحكيم، دلوقتي لا، التاكتكس بتاعتي اللي هو لا ما تركزش مع التحكيم ايا كان قرر ايه، مفيش ما تركزش خلاص، تلعب تركز في لعبك بقى، ان خلاص انت الكوتشنج اللي انت بتاخده من بره ده بتاخده مش عشان تقعد تركز مع الحكم يعني، مثلا المدرب هيقول لك ما تركزش مع الحكم، مش هيقول لك لعبك بقى ايه، فلازم اللي هو برضو يشرح لك اللعب، وتلغي بقى موضوع التحكيم ده خلاص ايا كان القرار ايه، تلغي التحكيم وتخش جوه. ففي لعيب طبعا، في لعيبه بتخرج بره، في لعيبه، بس يعني انا اللي هو بعرف العب مايند جيمز كويس، اللي هو يعني عارف اللي هو ازاي اللعيب ده ممكن اللي هو يطلع بره يعني التركيز بتاعه او كده، فدي برضو الحمد لله يعني، في مش ناس كتير قوي بتعملها، اللي هو محمد شوبرك بيعملها، ناس قليله بتعملها، بس دي بتبقى يعني المزايا يعني. انت قلت انك كنت زمان كنت بتعترض اكتر على التحكيم، دلوقتي بدات تتملك نفسك، هل شايف لما حد يكون منافس ليك مثلا ويتكلم مع الحكم ان هو مصطفى عمل، مصطفى مش عارف ايه، ده برضو في محاوله ان انت تخرج عن تركيزك، انك تسمع منافسك بيتكلم عليك مثلا؟ اه طبعا، ما هو كل ده بيخرج بره التركيز، بس انت لو مش مدي تركيز، اللي هو انا بلعب في لعبي، اخلص ماتشي امشي، مركز جوه الملعب، اللي هو ايا كان حصل ايه، ايا كان هو بيتكلم عن ايه، ما دي منافسه شريفه، فاللي هو كل واحد برضو عايز يعمل يعني اللي يعمله عشان خاطر ان هو يكسب في اطار المسموح يعني، بس في الاخر الموضوع بيمشي يعني. طيب اخوك مروان اصغر منك طبعا، ممكن نشوف بقى حاجه مصطفى مروان زي محمد ومروان الشرباجي؟ لا مروان يعني ما شاء الله لعيب جامد قوي، حريف احرف مني بكتير، هو بس دخل سكواش عشان سكواش ولا عشان اخوك كبير؟ لا عشان سكواش، هو صراحه كان عايز يلعب هاند بول، وكان مركز في الهاند بول خالص، بس خلاص بقى خلوهم في حته واحده اللي هو السكواش، يعني برده كان نفس حالاتي برده، اللي هو في الكوره بيهرب من تمرين السكواش وكده، بس يعني جاب بقى من هاند بول يعني على طول على السكواش. لا هو لعيب كويس قوي، محتاج بس ينشف شويه، بس هو لسه صغير، وهو نمرة واحد دلوقتي يعني في سنه اللي هو تحت 15 سنه، ان شاء الله هيبقى نمرة واحد في كمان كام شهر كده، بس لا يعني شايفه ان شاء الله ان هو ممكن يوصل، ويعني لو ناشف ممكن يبقى احسن بكتير يعني. ان شاء الله لما السنين تعدي وتلعبوا بعض هتعمل معاه برضو الالعاب الذهنيه وتحاول تخرجوا عن تركيزه؟ لا مش هينفع، مش هيبقى فيه بقى الكلام ده، في الاول وفي الاخر اخويا طبعا، ومش عارف والله الماتش ده لو جه في يوم من الايام اللي هيحصل، بس يعني اتكلمت مع محمد الشرباجي قبل كده ومروان عن ماتشاتهم بين بعض ولا ما جاتش؟ لا انا ما بصدقش اصلا، اللي هو ازاي اخ يلعب اخوه، دي حاجه كبيره في العيلة، وبتبقى اللي هو كمان لعبوا مع بعض فاينل بطولة عالم قبل كده 2017، والموضوع غريب، موضوع غريب، وانا يعني يا رب في يوم من الايام ما يحصلش الموضوع ده، ان مهما كان هو اخوك، ومهما كان صعب ان انت تلعبه، وصعب على العيلة كلها يعني، يا رب اعتزل قبل ما يحصل الموضوع ده اصلا. لا ان شاء الله نشوفكم مع بعض. طيب علاقتك ليك علاقه باللاعبين تانيين في الاهلي في العاب اخرى، ولا ما فيش وقت انك تكون متواجد معاهم مثلا؟ والله في لعيبه يعني دايما بيبقى في يعني تعرف ما بين لعيبه بقى في الجيم بتاع النادي على طول، باسكت وفولي، ودايما يعني النادي الاهلي كله واحد يعني، كان دايما في بقى دعم من هنا ودعم من هنا ودعم من هنا من كل الرياضات. السكواش بيبقى فاهم اللي هو ايه، بعيد شويه عن الصالات، فمبقاش يعني محتاجين قوي، بس طبعا عارفين كل حاجه وكل اللعيبه يعني روح واحده، وفي لعيبه بتيجي تشجع الرياضات دي وفي لعيبه بتيجي تشجع الرياضات دي، فكلنا اسره يعني. اول سؤال، في واحد من الرياضيين الثلاثه دول بيمارس السكواش بجانب الرياضه بتاعته، طبعا مش بيمارسها بشكل احترافي لكنه بيلعبها من حين لاخر، أوسيان بولت اللي هو أسرع رجل في العالم سابقا، روجر فيدرر أسطورة التنس، ولا كارولينا مارين بطلة عالم في ريشة الطائرة؟ فيدرر. مظبوط فيدرر.
طبعا. لعبت تنس قبل كده انت؟ لعبت لعبت بس جالي تنس قلبه على طول فما لعبش تاني. سؤال عن السكواش بقى تاني برضو، اطول مباراه رسميه في تاريخ السكواش، الرقم القياسي للمباريات الرسميه. في ماتشات تانية بتتلعب بس ما بتبقاش رسميه، لكن في بطوله رسميه مدتها كانت قد ايه؟ كانت ساعتين و50 دقيقه ولا 3 ساعات و40 دقيقه ولا 4 ساعات و20 دقيقه؟ 3 ساعات و40 دقيقه. لا غلط. 4؟ غلط. ساعتين و50 دقيقة. ماشي. قريبة يعني، هتحاول تجيبها. هو كان نص نهائي بطولة هولتراند جاس سيتي برو 2015، لاعب من هونج كونج اسمه ليو اوديف هزم لاعب كندي اسمه جون ديليري. جون ديليري. اوه ماشي. ديليري موجود في اطول خمس ماتشات في تاريخ السكواش، موجود في ثلاثة منهم يعني. أوه. الماتش ده طبعا كان اللي طوله الشوط الخامس قعد 78 دقيقة لوحده. زي الفل. فده رقم كويس حطه. اطول رالي سكواش في التاريخ، وده مش خلال مباراه، لكن اتنين بيقرروا ان احنا النهارده هحطم الرقم فيكلموا موسوعه جينيس ويقعدوا يعملوا رالي مع بعض. هل الرالي ده استغرق 1495 تبادل ولا 2316 تبادل ولا 2536 تبادل؟ انت لو هتعمل رالي كده مع حد زميلك وهتقرروا تحطوا الرقم 1000. طيب لا، الصح 2536. قعدوا عملوه في ساعة و4 دقايق و28 ثانية. مش عارف ده برضو ممكن يجي في بالك انك تعمل حاجة زي كده ولا لا؟ مستحيل. في اصلا كده في السكواش اللي هو احنا هنعمل رالي لحد ما نتعب ولا في مش في الماتشات يعني بعيد عن هو في هو ممكن بس اللي هو بقى يعني انت هتقعد بقى قاعد انت قاعد في الملعب بقى اللي هو مش هتطلع منه يعني. طب في اثناء الماتش نفسه في نقط بتحس ان هو لا مش عايزها تخلص الرالي ده مطول وانا ساعات تبقى خايف بقى، ساعات بقى اللي هو مثلا خلاص بقى 9-0 مثلا و2-2 وناقص نقطتين اللي هو انت قاعد بقى يعني زي انا بقول جول بقى ساعات بقى توصل ليا 2-2 نقعد للصبح بقى لو شوف بقى مين هيضيع لغايه مثلا تلاقي مثلا من كتر التعب مش قادر تدفع المضرب كده والكره وقعت في الارض على طول. هل الستات بيرمشوا بمعدل ضعف الرجاله؟ يعني في الدقيقه الستات بترمش ضعف عدد الرجاله، عدد رمشات الرجاله، ولا لحد القرن ال 19 معدل طول الستات كان قريب لطول الرجاله، ولا الستات او الرجاله بيناموا ساعتين زياده عن الستات؟ لا خليها طول بقى. غلط. هي الرمشه اللعبه دي محدش بيجاوب فيها صح. هو الستات بيرمشوا معدل 19 مره في الدقيقه، الرجاله 11 مره في الدقيقه. الانسان مستحيل يعمل 20 لفه حوالين نفسه من غير ما يقع ويدوخ، ولا الانسان مستحيل يكتم نفسه اكتر من 4 دقائق تحت الميه، ولا الانسان مستحيل يلعق قوه ويلحسه يعني؟ لا 4 دقايق دي لا اكيد لا كوعه دي مظبوطه صح. الغباء ده. الكلاب عندهم عمى الوان مش بيشوفوا غير الابيض والاسود. الفراشات بتشم من رجليها. الحصان ممكن يقعد اسبوعين من غير ما يشرب ميه. لا اول واحد الكلاب. دي معلومه شائعه بس مش مظبوطه. دورت في الموضوع لقيت ان هم مش بيشوفوا الالوان بنفس الدرجات اللونيه بتاعت الانسان، بس هو ما عندهمش عمى الوان يعني. بجد؟ فهو المعلومه الصح هي الفراشات بتشم من رجليها ومش عارف ازاي بصراحه. اخر سؤال بقى في اللعبه الغلسه دي. طيب هي طبعا في ولايه في امريكا اسمها الاسكا، طبعا ما فيهاش على سكان كبير. الولايه دي كان العمده بتاعها قط لفتره ما. قط؟ ولا امريكا عدد ولاياتها وصل في فتره ما 60 قبل ما يبقى 50 دلوقتي، ولا ان امريكا اكتر دوله في العالم تستهلك الملح؟ تستهلك الملح؟ لا هي تاني واحده دي. ان هو الولايات؟ لا القط. القط؟ هي مدينه في الاسكا اسمها تالكيتنا تعدادها 1000 نسمه، خلوا قط العمده الشرفي بتاعها لمده 20 سنه لحد ما مات يعني. شكرا حبيبي. شكرا يا كابتن، نورتنا النهارده وكنا مبسوطين جدا معاك وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي. لا شرف ليا كبير جدا، ودايما داعمين مش شرط الكوره بس، داعمين الرياضات كلها، ودايما تغطيه عاليه قوي من في الجول. شكرا، وكنت سعيد قوي بالحلقه دي.